في فاير بلاي مواصلين في استقبال ضيوفنا بعد البطل الاولمبي وليد كتيل اللي كان معنا مباشره من طوكيو بعد تألق. اليوم باش ناخذوا نحكيوا على الرياضه المحليه وبالتحديد النادي البنزرتي. برشا تطورات في الفريق، وضعيه غامضه للنادي البنزرتي، شنو صاير بالضبط؟ استقالات، اقالات، على كل معنا الرئيس السابق للهيئه التسييريه في الفريق السيد رياض مقداد باش نحكيوا مع اسباب استقالته خاصه من الفريق. سريع هلا مرحبا بك خويا اسلام، كيف المستمعين؟ مرحبا سي رياض. دونك الموضوع الرئيسي منذ تقريبا ايام كنت انسحبت من مهامك في الفريق، شنو هي سبب الاستقاله؟ والله بعض انا معناها ما لا ما قدمش الاستقاله نتاعي، ولكن سيد عبد السلام سعيداني معناها في الفيديو نتاعو اللي معناها هبطوا صافي توا دو جور اعلن معناها على اقاله كافه اعضاء التركيبه نتاع الهيئه المديره ومع الاطار الفني، وبالطبيعه قال معناها باش يضخ دماء جديده باش يجيب العباد الكل. معناها هذا تلاه معناها استقالات نتاع امين المال نتاع نائب رئيس نتاع الهيئه المنتخبه نتاع الكاتب العام سيد صابر ببركه نتاع المدير الرياضي نبيل عنتر. نقول لك معناها يمكن عبد السلام هو صحيح وناس كل غلطين هذوما. معناها ما حكى معاكم بطريقه كانت في فيديو معناها هكا؟ شوف معناها اللي عمرو عبد السلام سيداني بالحق معناها يحز في النفس بيرتو معناها مع الاطار الفني السيد محمد عزيز معناها ولد النادي ولوح روحه معناها وفرنا عليه نحن عبد السلام سيداني كهيئه تسييريه معناها ربحناها الوقت، جبنا اطار فني كفء معناها عمل التركيبه نتاعو، الناس بدات تخدم معناها من غير ما يعمل كونترا نتاعو، الناس معناها خلات عروض جاتهم عروض وبالحق هذا كل شيء موثق معناها حبا في النادي الرياضي البنزرتي، احتراما معناها في الرجال اللي معناها تفاوض معاهم، ولكن بجرد قلم عبد السلام السعداني معناها فسخ هذا الكل. بالحق معناها هذا الكل معناها يجرنا لنقطة استفهام كبيرة، شنو يصير في النادي الرياضي البنزرتي اليوم؟ يمكن حد النجاة اللي كان النادي الرياضي البنزرتي مع كامل احتراماتي معناها للعباد اللي بتجي تخدم بعدنا، ولكن صحيح كنا صمام امان، لو احنا رواحنا صرفنا فلوسنا مالوريزمون هذا معناها جزاء سنمار. عبد السلام السعداني كل مره يخرج في سطحه، اليوم معناها كي راي انا استقالات نتاع اعضاء منتخبين من الهيئه المديره نتاعو سويت للفيديو نتاعو، دونك نرجع ونقول لك بتيتر هو صحيح ونحن غالطين، هو يعرف كوره نحن ما نعرفوش. سي مالوري اللي قاعد يصير في النادي البنزرتي وكأن الاقدار معناها باش معناها قاعده تعصف معناها كي سمع النادي البنزرتي قاعد يذوب. بالحق معناها اليوم زمام اللي نقول معناها المبادره وبالحق معناها خرجت من يدين الناس الكل، الناس الكل كرهنا الكوره، ثم معناها نقول انا معناها اللي صاير في النادي الرياضي البنزرتي معناها تقول ممنهج معناها كرهونا، ما ينجموش كرهونا في حب النادي الرياضي البنزرتي، ولكن بالحق معناها الكلنا متاسفين، الكلنا معناها غايرنا حال النادي الرياضي البنزرتي، حاولنا نكونوا معناها حل من جزء من الحل، ولكن عبد السلام السعداني كل مره عنده راي. سيرياف اكيد انت حكيت على اقاله معناتها كان تمت الاقاله في فيديو، لكن اكيد فما حاجات صارت في الكواليس ما نعرفهمش نحن، شنو صار بينك وبين عبد السلام السعداني باش يتخذ الديسيزيون هذه؟ شوف هو معناها ديما فما واجب تحفظ، ولكن انا اللي يتقال على الاقل اللي يتقال بس هو معناها رياض مقداد كان باش يكون معناها رئيس مفوض في تونس في بلاصه خونا ايمن الزين معناها اللي معناها يحب عبد السلام السعداني فعلوا الاستقاله نتاعو، السيد ما عادش عنده حتى موتيفاسيون باش يخدم. فما تلقى مع عبد السلام السعداني معناها باش يفعل الاستقاله هذيا، صبرنا على اساس معناها فما انا حبيت معناها تصير جلسه عامه انتخابيه، فما بايع انخراطات وهذا معناها حق جماهير النادي البنزرتي راهو ماهوش مزيه، وهذا معناها العمل الجمعياتي الناس الكل معناها يلزم يصير، لازم تصير جلسه عامه في كنف الشفافيه. بالذات عبد السلام السعداني معناها بالنسبه لي هو رياض مقداد معناها نقطة استفهام، إنسان غامض ماهوش فاهم معناها أنا راني مش في كوريكت مش في ديريكت، بتاتر حسني نحس الجماهير النادي الرياضي البنزرتي، بتاتر باش نولي له مشكلة في صلب الواحد، دونك إلى بوزيتو معناها فور الناس الكل وهذا نجم تكون إقالة محمد عزيز هي النقطة اللي فاصلة الكيس، خاصة نعرفوا مقرب منك شوية صديقك هو محمد عزيز ولا؟ والله شوف محمد عزيز معناها كفاءته هي اللي تحكم عليه، ولكن الصديقه انا نعتز بصديقتي محمد عزيز، ولكن معناها كي تكون صديق الانسان وتعرف معناها الكومبيتونس نتاعو، دونك هذا سيتا معناها ريزون دو بلوس. فما انتريو بين رياض مقداد محمد عزيز ونبيل عنتر سانسيرمون معناها في حتى ولو فما صعوبات ماديه بدينا نعملوا في انجازات على ارض الواقع، لا بون بريباراسيون لونتام اللي صارت على البريباراسيون معناها عمرها ما صارت
في التاريخ القريب نتاع نادي ربما معناها فما شكون وصل عبد السلام السعيداني، فما شخص مقرب لعبد السلام السعيداني هو وصل له اللي فما يا عبد السلام المال عبد تحت صحيح. دونك عبد السلام السعيداني معناها في تدر معناها عباد باش تضيع في وسط المجموعه النيره هذيا. دونك سانفيرمون هذا اللي صار، تمت ايقاف محمد عزيز معناها ماهوش على اللي نقول انا على الكفاءه نتاعه والا مؤاخذات على خاطر الملاعبيه حبوا محمد عزيز. الكفاءه نتاعهم مازالش قيامها اصلا، ما بديناش نلعبوا نحن، مازلنا نحضروا. شوف الراجل عنده 15 دقيقه في ميدان التدريب وكي ترى لي سيونس دونت المون ساعتين ونص وساعتين وربع، والملاعبيه معناها يقولوا المدرب راه عمرنا ما كنا نتدربوا هكا، وانسان معناها عنده روفونش حد ياخذها في النادي ريال بنزرتي كله موتيفاسيون، ونحن نفكروا محمد عزيز وقت اللي شد النادي ريال بنزرتي ضد على زوج جورني ضد النادي الافريقي وضد الترجي الرياضي التونسي حطوه في فم مدفع وقبل المهمه ولعب زوج مقابلات كانوا ريفيرونس في الموسم هذاك، ومن بعد في عبد السلام السعيداني يجيب لنا سكاندل قطري معناه شفتوا شو التتابعات نتاع هذايا. دونك ان شاء الله يكونوا دي هو يعرف الكوره ونحن ما نعرفوش. وعلى كل حال انا اقول عبد السلام السعيداني معناها ربي يهديه بدايه هذايا، اقول عبد السلام السعيداني اللي سوفوا كو بريزيدون هذايا مرض العظمه معناها فما رؤساء قاده الدول نتاعها معناها الدمار شامل الحروبات بدايه عبد السلام السعيداني معناها يلزم هو يقعد الرئيس الاوحد والناس الكل حتى اللي استقالوا هما غالطين وهو صحيح. دونك ان شاء الله نطلعوا غالطين وكاهو. بو هو حتى لو كان أسوأ حتى نفرض انه أسوأ مدرب في العالم محمد عزيز، على جاي وعلى شمشاء معناها هذه نقطه الاستفهام، خاصه ما جاش تقيم كما قلت لك ما خبرش في خصوص التدريبيه كما قلت، لكن ما بديناش نلعبوا معناها باش تقيم مدرب انت علاش جبته علاش نحيته، هذا السؤال ما تروح به. خروج امادو سابو كيف كيف ينجم يكون من الحاجات هذه اللي خلقت قطيعه مع عبد السلام السعداني معناها. والله معنا كيف قلنا المهمه معناها حتى ولو نورمال مور انا معناها كان في امور اوفيسيال معناها وزربنا باش نكون انا مفوض، ولكن ساعات حسن نوايا في معناها نتحملوا المسؤوليه نتاعنا. واما دو صابوره هو من جمله الملاعبيه اللي تعهد عبد السلام السعيداني باش يكونوا موجودين على ذمه الاطار الفني، فما الستاتيو اللي هبط على الميرو نتاعو، فما معناها الديكلاراسيون اللي عملها في اذاعه اخرى اللي هو قال معناها باش يخلص الاستاد باش يرجع الملاعبيه اللي ريفراكتير باش يوفر معناها كل سبل النجاح. وعلى اساس خاصة سيرياب المبلغ مش كبير معناها 40 مليون السيابيه باش تخلص ملاعب باش يفسخ عقده، ظهر لي الناس كل اجمعت انه قيمه ثابته معناها مش مبلغ كبير ولا؟ والله يا عبد السلام السعيداني معناها نقول انا فتاتر حتى كان هو عجز باش يوفر المبلغ هذا خاطر معناها لافالور انترنتيك تاع الملاعب معناها ما يتنافسش في الانترناسيونال، ومش كل يوم راهو الكاليتي نتاع امادو سابو باش توقع في النادي ريال البنزرتي. كان هو معناها كان معناها التجائلنا وقالنا راني ما نجمتش رانا فتاتر، وامادو سابو حتى كان معناها باش ترى المبلغ كان ينجم يرجع البنزرت وبعد نكملوا له. نقطه استفهام فتاتر عبد السلام السعيداني في لورجو يا عبد السلام معناها ديما عنده الورجاي هذايا يقولوا الخشم معناها واحد ما يحبش يقول لي هو عجز فتاتر في الخضم هذايا فاهم لاعبي على نادي ريال البنزرتي انا لا جيستيفيكاسيون مخول هو باش يعطيه عبد السلام السعيداني، ولكن نحن بوش به كما الناس الكل فاهم لاعبي من معناها من نادي ريال البنزرتي وماهوش الاولاني كما ضاع جابرييل كاك كما ضاع ابو بكر تراوري. دونك قدر نادي ريال البنزرتي اليوم باش يقعد يخسر في الملاعبيه معناها النقاط الضوء فيه سي مالورو، ولكن هذا حقيقه معناها نعيشوا فيها كل يوم. وضعية صعيبه اليوم وين ماشي السي بي خاصه تقريبا الفريق الوحيد اللي مش يترانا اليوم. والله احنا رجعنا نادي ريال البنزرتي للتدريبات على اساس عبد السلام السعيداني باش يفرض دوسيات اللاعبيه بور ريانتيغري الجروب، ما صارش هذايا، الملاعبيه تدربوا جمعتين، انا اتكفلت معناها بالكوتيديان تاع الملاعبيه، ولكن في معناها نحن الالتزامات نتاعنا اوفينا بها، فما معناها تقصير من الطرف الاخر. دونك النادي ريال البنزرتي راهو كنا نجموا معناها نواصلوا النادي ريال البنزرتي معناها باش يخلط حتى ولو وفرنا لافون تاع لافيلياسيون باش ما يصيرش كما هلال الشابه، غدوه بسرقه روح تلعب معناها عندك ملعب تاع انتداب، فما دوسيات كبار معناها حبينا نحطوا نقاط على الحروف، سي لا فويت فير لافون. النادي البنزرتي يمكن اليوم عندنا ملعب بالحق معناها عندنا ملعب في حله معناها مقبوله، ولكن ما عندناش فريق. النادي البنزرتي اليوم الريسك دافوار دي كارتون في بنزرت، ما نجموش نكونوا شهاد زور، ما نجموش معناها في وجوهنا معناها النادي البنزرتي معناها يلزم ابنائه يسافوا حوله، اليوم يلزم الناس الكل معناها بالحق. كان عبد السلام السعيداني باش يكمل ويوفر مرحبا به، كان مش باش يوفر خويا هذا مصير تاع نادي من 1928 عمره 93 سنه، ما نجموش نلعبوا بمصير نادي، ما نجموش نكونوا شهاد زور. نحن نحزنا معناها للجماهير نادي ريال البنزرتي،
وان شاء الله معناها الجاي خير، ان شاء الله التلف سيداني يرجع له شاهد العقل، وان شاء الله ثم صحه بنزرتيه، وان شاء الله السلطه بدل الجهويه معناها تفيق باللي صاير في النادي بين بنزرتي، خاطر هذايا ما امن قومي، راهو اللعبه تولاها في الكورونا لاها في البحورات، ولكن غدوه تتبم بالكوره والنادي بين بنزرتي لقاو عندنا ملعب عندنا فريق، معناها راهو هنا الامور تنجم معناها تنفلت وما نجمو نعملوا حتى شيء. باش نسالك منين كملت انت؟ وين تشوف سيابي العام الجاي مع عبسيم سعداني والا يزيه لازم الاستقاله نتاعها وجهه جديد؟ شوف عبسيم سعداني راهو معناها تعاملنا معاه معناها بكل رجوليه، كنت معناها انا واحد من الناس معناها كنا معناها تهمنا اللي كنا باراشوك عبسيم سعداني في الهيئه السفيريه، لا جينا باش نخدموا النادي البلطي، كلينا السبان في جوق عبسيم سعداني، حبينا نحطوا النادي البلطي على السكه، جات الفرصه باش تحط على السكه، عبسيم سعداني معناها لو هذا الكل في جره قلم. معناها بتاتر وصلوا له بالغالب، بتاتر ما نعرفش المشكله تاع عبسيم سعداني مش فينا نحن، النادي الرياضي البنزرتي اليوم معناها في مفترق الطرق، النادي الرياضي البنزرتي اليوم معناها بالحق معناها مصيره مجهول، يلزم معناها انسان عنده عبسيم سعداني اليوم يلزم يضخ برشا فلوس، يحط عباد معناها عباد كومبيتون في بايصهم، اذا كان هذوما توفروا راه كل شيء ريكوبيرابل، ما فماش هذوما راه بالحق الوضعيه معناها نقول معناها ما تبشرش بالخير. وشنو رايك باش توفر ولا انت؟ والله يا ابي عبد السلام هو اللي معناها متكفل به، هو معناها فسخ الناس الكل، هو تو باش يجيب هيئه مديره معاه جديده، بتاتر عنده ان بلون داكسيون، خويا هاو الايامات هذه معناها اليوم شو اعلن على تركيبه الهيئه المديره، عندي طرف فني جديد، فهمتني؟ بالطبيعة إن شاء الله النادي الرياضي بنزرتي نحن نقولوا يتحط على السكة، وراه نحن معنا حتى مشكلة شخصية مع عبسيم سعداني، نحن معناها المصلحة العليا نتاع النادي الرياضي بنزرتي هي اللي معناها تلزمنا، إذا كان معناها النادي الرياضي بنزرتي معناها باش نراوه قاعد ينحدر، دونك ماناش باش نسكتوا، معناها يلزم النادي الرياضي بنزرتي اليوم يتحط على السكة، خاطر قدر النادي الرياضي بنزرتي باش يكون خامس الكبار، وبالطبيعة ما نلحقوش اللي صاير في النادي الرياضي بنزرتي. صوفيا الحدوسي كمدرب تشوفوا حل مناسب؟ والله هو باش نوضحوا للمستمعين وخاصة حباس يا بي، مازال مش رسمي لحد الآن صوفيا الحدوسي، اتصلت بيه قبل الحصة يقول لي اليوم الأربعاء بعد شوية معناتها بعد 8 دقائق عنده جلسة بالتحديد إمكانية تدريبه للسي بي من عدمها في الموسم القادم، ولو أنه يبدو أن الأمور ماشية نحو الاتفاق بينه وبين هيئة عبسيم السعداني رغم كل ما صار قبل والكلام اللي اتقال قبل من صوفيا الحدوسي ضد السي بي. والله معناها عبد السلام سعداني معناها هذا داخل في البلان داكسيون، هو معناها اذا كان معناها باش يجيب البديل ان شاء الله يكون معناها في المستوى، نحن صوفيا الحدوثي حتى ولو كنت انا سبب في الاقاله نتاعو باه ما راه نقول له صوفيا ما عندي معك حتى شيء، اذا كان باش تكون عندك اضافه للنادي البنزرتي وفي الظروف هذه معناها احسبها مليح، دونك فيو زاد التطريح اللي عمله راه ماهوش باش يخدموا في بنزرت. بتاتر معناها نقولوا نحن سقطه معناها ستون ديكلاراسيون ما تجيش، هو ما مش سيابي ذا اللي حسب ما نفكر في التصريح، مش سيابي مس اشخاص معينين، نحكي على اشخاص معينين، هو هذا ما مشانه اللي معناها باش يصعب عليه الوضعيه، هي ديجا توسيون طالعه وزيد معناها قليله الديكلاراسيون هذيك بعد معناها ب 10 ايام يلقى روحه معناها على راس النادي الرياضي البنزرتي، شنو هو الديسكور شنو هو اللونجاج؟ بتاتر صوفيا خسر ثقه جماهير النادي الرياضي البنزرتي. صحيح معناها نحن اكثر الاقدار كونه معناها من صعوبات الى اخرى، دونك نصور عبد السلام سعداني اذا كان عنده بلون داكسيون من جملته اللي باش يكون صوفيان هو مدرب، راهو ما عندنا حتى شيء مع صوفيان الحدوثي، ولكن صوفيان معناها مش باش يلقى الارضيه ملائمه، خويا يتحمل مسؤوليته، هو معناها في معناها قصد عبد السلام سعداني باش الدنيا اللي يريد بنزرتي، كل واحد يعرف مصلحته، ولكن بالطبيعه راهو انا معناها نظرتي الخاصه ونتحمل مسؤوليتي، معناها صوفيان الحدوثي راهو ما ينجمش باش ينجح في الظرف هذا في النادي اللي بنزرتي، وعبد السلام سعداني معناها نزل محمد عزيز راه حقا اقوى في الموجود في بنزرت في الظرف هذايا، خاطر محمد عزيز كان الراجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، بتاتر معناها ما نعرفش الا في لومو في شوا وخلي الايام تحكمك. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي رياض على تدخلك معنا، مشكور كل من اتصلوا بيك تكون على ذمة على رحابة صدرك، نشكرك سي رياض مقداد رئيس الهيئة التسريع السابق للنادي البنزرتي. موسيقى بعد مكملين في بلاي حتى الخمسة، نذكر حبايب اتحاد بن قردين بعد شوية الموضوع الجلسة العامة الانتخابية لاتحاد بن قردين اللي صار الكل في الجلسة العامة شنو رايكم فيه سواء مع او ضد، مرحبا بكم الناس الكل تنجموا تكلمونا على 71 725 1071 725 1000، فاصلتهم مكملين حتى الخمسة متاع الشيخ.